المدام واجهة مع واجهة الجندوبي. بونجور بونجور بونجور، صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين، الدقلة، الحليب، الحاجات البنينة الكل، والحاجات المعسلة والحاجات الحلوة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. 20 نوفمبر يوم الجمعة، فرحة عارمة جدا، فما الويكاند، اي صحه فرحه، صحه فرحه للناس اللي يعملوا بروجرام في الويكاند، مش يقعدوا في الدار يتفرجوا في السريات، يقرا شويه يكتب، يعملوا شويه العاب مع الاطفال، جلسه عائليه، سهره عائليه فاميليه حلوه برشا برشا برشا. صباح النور، صباح الورد، المدام وجيهة معاكم من توا حتى نص نهار. انتم تسمعوا في المدام وجيهة مع وجيهة الجندوبي على اي اف ام، احلى راديو. اليوم 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 نحاول نبدل لكم شويه جو، ونسوكم من توا حتى نص نهار. بتبيع عنا برشا اخبار، عنا برشا حكايات، عنا البوا مارشي، خضره، غله، لحم، حوت، دجاج، عنا كوجينتنا باش تجينا اليوم بحويجه يا الاولاد، حاجه بنا بنا، خاطر انا عملت تليفوناتي واتصالاتي وقلت شفما زعما، خاطر ديما بالمفاجات. دونك انا الوحيده اللي في بالي شفما مش مفهماش، انتم اقعدوا هكاك اي خموا 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 معايا. المشيخ بين الزوز اجيوزو جو الكوب دابيتود، دائما موجودين معايا جوزيف. بونجور، صباح الخير وجوج، صباح الخير اللي يسمعوا فينا الكل خارج وداخل حدود الوطن، واللي يتفرجوا فينا على اي اف ام تي في على اليوتيوب. كهو وين تحب؟ قلت هالكل خطر حسيت ما زلت هذي اشتر شهرية اشتر فاكاسيون. دالي بونجورات، صباح الورد يا وجوه، صباح النور، صباح الكل لبس الحمد لله. اليوم جيتكم في فورما بالحق والله، حبلك ربي اليوم جمعة، يا فرحان راه دوزونا اليوم جمعة، دوزونا اليوم أول بداية أسمانات آخر الأسبوع، معناتها فما ويكاند جاي مش نتفرد ونقعد في ديارنا، شدوا دياركم السابعة نتاع العشية، وثاني حاجة سابعة خويا ويكاند، فهمتني؟ وثاني حاجة خويا اليوم فهمتني عندي لكم سيربريز، شفتيش ملي داخل من الراديو بكتفي هكا بكتفي زعما عملها زعمك باش نشوفوها كخبز لهوي ما نعرفش يا رسول الله. ان شاء الله يا ربي رانا موعودين، عنا وعده امبوسيبل امبوستحيبل، جبت خبزة لهوي اخيرا، يعطيك الف صحه، ميرسي بوكو. ومكتوب عليها زيده، مكتوب عليها اش مكتوبه؟ اي اف ام دالي، اي اف ام دالي، لا باي هذيك باي، مش معناتها انا عملتها خبزة الهواء باي دالي، واي اف ام واو واو، ولا محاله ماهيش مزيانه برشا باي هذيك دارت كاينه جو ولا حاجه هكا، اي ما يسالش والله، اما كي تذوقوها كي تذوقوها قولوا لي شقاوة في المنظر تقول لبلابي هاي عاطية على خبزة الهواء، اما مش ياسر بيضة ولا كيف تاع ثلج، حسيلو حسيلو، احنا ماناش باش نقولوا توا حتى شيء الا ما نذوقوا ونطعموا. جبنا جبت ترمس قهوة كيكة جايبينها باش تغصص لنا، ما يلزمنا شوية قهوة، هاو عندنا ديستريبيتور رجع شو كيفاش معناها باش نزيدوا نصرف عليها، جي درساف جي درساف تحكم هي الذوق هي الاولى جوري توب شيف معاك، يعطيك الصحة ميرسي بوكو والله. اما انا حسب هكا نعطيه 3/10 من بعيد بالمنظر ما يغركش، راهو احسن وبأبن ماكله تبدا المنظر نتاعها درا كيفاش هكا فهمت، وتجي بنينه مش نورمال كان قاعد في سبور خي ليه الكتيبه ديجا والله مني راهو حاسين. وعلى كل حال نحن ما نسبقوش يا خويا، سيدنا التونسي تعرف شنو سيدنا سيدنا يلا يا سيدي، من بعد تنشوفوا السيري اللي حضر هنا دالي، اما تو نخليكم مع جوزيف. قبل جوزيف نعطي سونداج، اوكي عندي مخرج منظر اللعب لا جوزيف ولا ما يحزنون. السونداج سؤال اليوم يقول اللي حاسه خطير خبزة الهوية متاع دالي كيف دالي حاضر خبزة الهوية تاكلها وإلا تلبخيل مش نلبخو هيلو على راسه باين احنا ما نحبوش العنف، لبخو هيلو بمنطق رجعو هيلو معناها هي يهز تاعنا دالي رجعلو ربي. السؤال يقول كي تخرج باش تفطر ولا تتعشى في غيستو، شنو هي أكثر حاجة تنجم تنرفزك كي تمشي المطعم باش تاكل حاجة، شنو هي السلوك اللي ينرفزك أكثر مثلا؟ يا إما الماكلة تجيك مخر دونك تتنرفز، والا سيرفور يهز الصحن وانت ما كملتش ما تبهتش، تصير ياسر تصير 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 عادي، كي يحب زعما ينظف لك الطاوله يهزك شطر لحمه تبدا وانت تقول سافا لا سافا تحشم خاطر مش حلو تقول رجع لي مغرفتين مثلا روز مازال. انا كي تجي مخر الحق
انا بصراحه سيرفور، اما عندي مع سيرفور انا قلت مش نورمال. تصور كي تخرج انت وشكون في الريستورون وتختار لك هي بالزهر، تختار لك الكروفيت رويال كلمة تنجمش كلاس معناتها تنجمش تبسها بيديك وكل تخليها كيك تسمع مين تخليها تمشي معناتها ياسر معناتها شفتوا يا مين يهز للبلايص فيهم كروفيت رويال كروفيت رويال والدنيا وكل واحنا جاب لنا خبز تهوي ب 20 فرانك مرتي 4 سنين مع عمر لارات كروفيت مسكين بسم الله على بنت والله مسكينه والله ما نكلمها من بعد قول يا خذ موقف وعليش هاكا تو من بعد ساسوها نسالوها بقداش كروفيت مشي شري طرف كروفيت وعامل لها اليوم كروفيت سوتي فما زاد كي كم تروك في الريستورون كي كم تروك في الريستورون خايبه حقه يحطوها في الصندوق اش معناها كان تروك ما يدخلوكش المنظر مش لائق نتاعك لا لا ما يظهر ليش هذيك في البلايص اخرين مش غلط في الادريس غلط في الادريس خاطر غاديك وياك وبحنا بعضهم صحيح كل شيء على كل حال دونك نستناو الاجابات نتاعكم على باج فيسبوك اي اف ام برنامج المدام وجهه توا باش نمشيو مع جوزيف في فصل الحكايه يلا صباح النور صباح الفل شنو جاوكم ديجا اول حاجه قبل فرحانين بالويكاند فرحانين انا فرحانه على الاخر واضح كي العاده باش نحكي لكم حكيت نجمو تفلموا بها في الويكاند بعد تحكيوا مع اصحابكم سارة لميتنا الكل ما عادش تاني بركة خاطر هذه الحكايه بالرسمي امبوسيبل نهار سالتوه السؤال في حياتكم ترى الجاتو بتاع داني علاش نعملوا جاتو في الانيفرسي شنو هي حكايه الجاتو والله بالحق عمركم نسألتوا عليه شنو هي حكايه الجاتو جاتو حاجه حلوه باش العام يطلع حلو ما قربت معناتها ماهيش هكاكه هي ما قربت برشا فما دو تيوري علاش نعملوا جاتو سا ديبوند زاد خبز الجاتو خاطر اللي نشوفوا فيها هذيك بالحق نشوفوا فيها هذيك ترا كان في التلفزه هذيك كان في التصاور هذيك في الدنيا تدخل جوجل تحط جاتو لا فما ولا فما تو نعطيكم دي زادريس نتاع ناس يعملوا هكا دي جاتو دانيفيرسير فما علاش نعملوا جاتو في الانيفيرسير وعلاش نحطوا الشمع فما دو تيوري فما لي غريك قال لك نحن في ليبوك دي غريك نعملوا لانتيكيتي غريك كانوا يعملوا جاتو جاتو للديس دو لا لون ارميستيس لي ارتيميس اسمها ارميستيس حاجه اخرى جم لا ديس دو لا لون اسمها ارتيميس كانوا يعملوا لها جاتو مدور في فورم دو لا لون في يحتفلوا كل عام مدور على خاطر لا فورم دو لا لون يحطوا شمع باش البغي كيما الشمس كيش لا كي كي القمره يا ربي كي القمره كي القمره دونك هذه تيوري الاولى نتاع لي مصباح اي تيوري الاولى نتاع لي غريك قال لك نحن لي غريك يقولوا نحن اخترعنا حكايه خلقناها حكايه الجاتو على خاطر لا ديز دو لا لون هذايا ارتيميس يعملوا لها جاتو مدور سو معناتها الفورم دو لا لون يحطوا فيها برشا شمع باش تلمع كيما القمره به تيوري ثانيه يقول لك الالمان في القرن 13 قال لك نحن جماعه الجاتو يعملوا جاليت مش جاتو ويحطوا فيها شمعة واحدة في الوسط شمعة ذيك قال لك ترمز إلى ضوء الحياة فهمت ولا لا لوميير دو لا في اي الالمان هكا يخمموا عندهم ولا دونك في الالمان يقولوا نحن خلقناها واللي غريك يقولوا نحن خلقناها جوجل اعطاني دو تيوري فهمت قال لي راهو دو تيوري اليوم 20 نوفمبر ان شاء الله كل عام هما حيين بخير لا وليد 20 نوفمبر ان شاء الله كل عام هما حيين بخير معليش ولد في العيد ميلاديات تو ما عطيتنيش لافورماسيون باهي داكورد وخرجت مع لي غريك على خاطر إلهة الشمس إلهة القمر نتاعهم باش يعبدوها ودرا شنو يعملوا لها هي الحكاية الكل ماهيش في الجاتو الجاتو كيما نقولوا السيبور نتاع الشمعة هي الشمعة اللي معناتها الشمعة اللي فوق الجاتو هي اللي ترمز للعيد ميلاد جماعة لي غريك يقول لك نحن هذيك للديس دو لا لون نعملوا حاجة مدورة معناتها جاتو اللي هي جاتو في فورمة القمرة ونحطوا شمع برشا شمع باش القمرة كوم كوا قمرة قاعدة تلمع ضوية صحيت ولي الالمان في التريزيم سيكل قال لك نحن نعملوا جاليت ونحطوا فيها شمعه واحده هذيك الشمعه ترمز الى ضوء الحياه الاسبوار معناتها صحيت الاسبوار نتاع ستيل وهو تو يقول لك نحن علاش ننفخوا على الشمع اون في ان فو ننفخوا على الشمع في عيد ميلادات احنا ما نجمش احنا ما ينفع نعملوا شمع خاف واذا كان انت باش تحتفل بعيد ميلادك عند كنت صغير يولي يبكي خاطر يحب هو ينفخ والله تعاود تشعل الشمع من الاول جديد دونك الجاتو هو معناتها
في لي تيوري الزوز الجاتو هو كيما نقولوا سوبور للشمع وكها فهمت معناتها جوست يعملوا حاجه حلوه وكها هكا الالمان يعملوا جاليت مش جاتو جاليت مش جاتو احنا حقنا مقروض ولا بقلي ولا حقنا نعملوا خبز لهوية تاع خبز لهوية جبنا بعد معده البرنامج امين ابو غانج جبنا شمعه اي وشوي بس احنا لا شيء بتكب المغرفه الغرفه وزر لك كيفاه تحسها من داخل كاينها واحدة لازاني بالمقرونة مش قادرة لا والله اللوج عليها من قبيلة لازانيا اي لازانيا حلوة لازانيا حلوة والله لا مسلم هو هاي كمش صوص بشاميل امين قال كاكا باليد ناكلو كيما قبلك الكسكسي بالحفنة يا حسن حاجة يا دوك اللي عيد ميلادهم اليوم باش ينفخوا على الشماعة في الجاتوكا يعرفوا يعملوا فو يعرفوا فو ويعرفوا علاش معناتها علاش فما دو تيوري تو نفضوها تو نلقاو شكون صحيح صحيح على خاطر الجريك قبل معناتها عمرهم قبل الالمان عمرهم قبل يلا 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 فاس صغير راجعين دخلوني في حاجات اخرى ما عندها حتى عليها ما في ساعتين محمد السياري يحكي لنا على القضايا اللي هزت الراي العام في تونس والعالم. الشرطة تلقات بلاغ يقول أن المنتج السينمائي ورجل الأعمال أونلي كايل اقتل في داره. وبالطبيعة وقت اللي يجي بلاغ من بلاصة كما بلاغ البوليسية يجي ويجريه فاتا ورات عكس البلاغات اللي يجيهم من الأحياء الشعبية والفقيرة. مع الخمسة متاع العشية البوليس اللي كان موجود في الاستقبال تجهر يشوف المرأة قدامه طويلة سرولة كملت الزين وجيه مصرار عينين خضر يغرق وبالانسي حارق وشعر أصفر بسبسب رابط على كتاف ايش نية خملة. البوليس فرك عينيه مرتين باش يصفي في ناراته ويراها مليح. تفضل يا للا تفضل باش نجم نعاونوك. نهج تريبيونال أحلى ضحكة بس نقرأو الأورتو جراب أورتو جراب ساحت الأورتو جراب هو اللي بيش يخلينا كيفاش نكتبو بصحيح كما أنا تو قاعد نكتب. والأورتو جراب هذا فيه فيرب ليتر وفيرب أبوار. الفيرب أبوار ينقسم لجوز أقسام. القسم الأول أبوار كبير والقسم الثاني أبوار صغيرة وبعد تتفرع إلى مجموعة من التفرعات باش تلقى نكهات مختلفة فريز بنان كيوي. من 9:30 لنص نهار المدام واجهة مع واجهة الجندوبي مشينا ودخلنا على جوجل وشفنا اختيميس اش طلعت لا اون دي ديس فوالا اون دي ديس واحده من اللي تخد فم برش فوالا فما هي سيلين. سيلين سيلين هي آلهة القمر عند الاغريق بنت حوم في الميثولوجيا الاغريقية بنت بوغرنين سيلين بنت بوغرنين يا سيلين يلا 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 يزيونا من الوعدة هذيا الجمل اعتراضية هذيا عندنا دليل يوم اخر سيري في يوم اخر سيري باش نحكي لكم على خبز لهوة يوم اخر سيري واخر جاتو حرك بدنك اليوم باش يعطينا الكوتش سيري ديزيكزارسيس كيما عودناكم دونك الجمعه هذه الكل من اثنين للجمعه عندكم خمس ايام ومينيموم عندكم 25 فوار 26 اكزارسيس هاكم في المكتوب نهار اللي تقول انا مش نحب نترانا كل واحد تلقاهم لي فيديو على الباج نتاعنا فيسبوك اي اف ام وكل واحد عينه ميزانه دونك ينجم يختار يعمل سيليكسيون نتاع لي زيكزارسيس اللي يحب عليهم هو سولون النيفو نتاعو سولون هو معناتها البوا نتاعو سولون اسكو متريني مش متريني سولون لاج اي سولون لو سيكس معناتها اسكو امراه والا راج دونك لي زيكزارسيس هذوما اختارتهم نتاع اخر الاسبوع بلوتو اكثريتا رانفورسمون مسكولير للبا دو كور اللي هو معناتها الساقين والاو دو كور اللي هو اليدين زاد كيف كيف دونك دي زيكزارسيس ساهلين على الاخر مي فيهم دي فاريياسيون كيما باغ اكزومبل هذه البومب فيها دي فاريياسيون فما معناتها مش تلقى العباد اللي نجموا يعملوا البومب كيف هكا فما العباد اللي يبداوا يلقاو يخدموا البومب على الركيب نتاعهم وفما اللي يخدموا البومب زاد كيف كيف على حاجه عاليه يحط ساقيهم عليها. كيفاش على الركيب اش معناه؟ معناتها باش تسهل خاطر ريت انت البوا دو كون نتاعك مقسوم على اثنين. اه فوالا هنا نشوفوا فيها كيف هكا باغ اكزومبل مي هذه تخدم اغلبيتها هكا كيما تشوف كيما القناش تخدم الاكتاف تخدم البدن الكل على خاطر زاد تخدم الابدو تخدم الظهر تخدم اليدين دونك كل شيء اون اكسيون. حاجه سهله في مزيان على الاخر تنجموا كان الطقس مزيان وبعديك تخرجوا تخدموا اون او دور وتبروفيتيو من الويكاند سبت وحد باش نجموا تخدموا لي زيكزارسيس هذوما هذه الفارياسيون الثانيه
اللي هي اصعب من الفارياسيون الاولى نتاع البومب اني انا نحط حاجه عاليه ونخلي ساقيه الفوق دونك دوكو مش نرزنا بدني مش يزيد يرزنا عليه دونك العباد اونترينيه ينجموا يعملوها وفما زاد الفارياسيون الثالثه تنشوفوها في اخر الفيديو هذه ما فيها حتى شيء جوست كارديو استوار باش نسخن الشافمون معناتها نتاع بدني الكل اكسترا وزاد كيف كيف من بعديكم باش نشوفوا مع بعضنا الفارياسيون الاخرانيه نتاع البومب اللي هي مش نحط تركيبي في القاع اللي هي اسهل حاجه اون جينيرال ديما ننسى يعطيك الصحه ديما ننسى يحطوا تركيبهم في القاع باش هكاك ما يهزوش فما نسى دي سبورتيف لا فما يعملوا اما فما اون جينيرال احنا نقولوا نسى ديما نسى نسى يحطوا الانسى على خاطر عندهم عندهم لي دين نتاعهم ديما فيبل اون جينيرال هذاك علاش قد ما خسرنا معون قد ما خسرنا صابون قد ما حركنا لي دين يا رسول الله ديما فيبل قد ما نشرنا صابون صعيبه راهي قد ما ضربنا صغارنا صعيبه على ضربت انت راه نشرت ليه عاد ليه معناتها تبدا شاده ملح فالمراه وتبدا في السطح تعمل اكي وفما تخدم معناتها قد ما نفضوا واحد قد ما امي ضربتني والله امي عندها برا مش نورمال والله ريتها بلا بكشلاك البلاستيك هذيك سيلين بوغرني دونك هذوما دي زيكزارسيس ساهلين كيما قاعدين تشوفوا ايفيكتيفمون دونك نحاولوا باش ناخذوا لي زيكزارسيس اللي نحبوا عليهم احنا ونخدموا لمده شهر كامل بلي زيكزارسيس هذوما يعطيك الصحه دالي ميرسي بوكو تو مازلت فرحانه بيك حتىش لي نذوق خبز الهواء بعد عندي معك حديث ستبقى في البرنامج داير انا وياك سنبقى او مش سنبقى من هنا لبعد تو نشوفوا شنو الحل معك يلا نحن توا عندنا ميتيو جاتنا لوفا بونجور بونجور نهارك اسعد لي يعيشك محلك مجعبه نستلم مجعب اليوم غوز الدنيا الكل احمر احمر ان شاء الله يا احمر اي غوز سالمه هلال صباح النور بالفشفشه نتاعها تعقم ثم تعقم ثم تعقم ما تفهم حد شيء يجي سالمه صباح النور سالمه البافيت ما تنحيهاش الفشفشه ما تنحيهاش الشليقه هذيك زاد كيف تصعبات مواطنه صالحه مواطنه صالحه خليكم على الاخبار وراجعين بعد شوية استنوا مدام ليلي في أسترو ليلي على إيفام أحلى راديو إيفام ميتيو